أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات مشاهدي الكرام، حياكم الله في حلقة متجددة من برنامجكم أبيات. ضيفي وضيفكم الشاعر والإعلامي راشد شرار، مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي والمنسق العام للمهرجان. طبعا حياك الله يا أبو سعود، والتعريف يفترض أن يكون أطول من كذا لكن حسب رغبتك أنت. لا أبدا، هذا يكفي. من أنا سعيد جدا بوجودكم معنا. سعيد فيك. الآن إحنا نعيش أيام المهرجان، مهرجان الشارقة للشعر الشعبي. خلنا نقول كيف بدأ مهرجان الشارقة للشعر الشعبي وإلى أين وصل؟ طبعا هو الحديث طويل، وإلى أين وصل وما هو مستقبله؟ كيف جاء؟ نعم، كيف بدأ كيف أو كيف جاء؟ كيف انولد يعني؟ نعم، هي في الواقع كانت فكرة تراود صاحب السمو حاكم الشارقة طال الله في عمره، ولفت انتباهي إلها في 2007 وانشغل هو طبعا وانشغلنا جميعا، وانا كنت في تلك الفتره يعني دائما رحله علاج، وايضا كانه يريد يعطيني مجال شويه على اساس اني استعيد الطاقه واكون مستعد، واذا في العام اللي وراه يمسكني ويقول لي راشد وانا اريدك تعمل شيء للشعر الشعبي، فعرفت بأنه يريد مكان، يريد ينشئ شيء يحتضن الإبداع وكل ما يخص الأدب الشعبي. هذا كانت بدايته يعني. بداية هذه، ونادى طبعا الأخ الشاعر سعادة عبد الله العويس، قال شوف راشد واجلس معاه ونسق معاه على أساس أنه تظهر بشكل. فجاءت الفكرة، قال رتبنا وفتح، تفضل طبعا هو بافتتاح مركز الشارقة للشعر الشعبي. ممتاز. الملاحظ أبو سعود أنه مركز الشارقة يستقطب في 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 دوراته شعراء من الدول العربية، يعني شعراء متعددين، ما عنده تركيز مثلا على الشعراء الخليجيين أو على الشعراء الأماراتيين. هو في الواقع يعني سمي مركز الشارقة للشعر الشعبي. البعض قال لي ليش ما قلتوا مركز الشعر الشعبي؟ لماذا الشارقة؟ قلت على أساس أن يعرف أن هذا النور أو هذا الضوء منبثق من هذه الإمارة. ممتاز. هذا الهدف يعني. نعم. أما الإمارة هي تحتضن كل الإبداع. ليش الإبداع الإماراتي بل حتى الإبداع العربي. جميل. التمازج بين هذه التجارب. نعم. يعني من الوطن العربي. نعم. بدينا في أمسيات، فعاليات أسبوعية تقريبا وشهرية، إلى أن انتصف العام طرحت فكرة على أن يكون هناك مهرجان للشعر، ويجب أن يكرم رواد الشعر في دولة الإمارات في كل دورة من دوراته. سابقا كان يكرم الشاعر بعد وفاته. صحيح. ولكني لفت انتباه صاحب السمو الحاكم، قال له طال عمرك الشاعر الذي توفاه الله انتقل الى ربه، ما بقى الا ذكره، انت تكرمه الفلوس وشهاده ودرع، هذه هو ما شافها ما استمتع بها. صحيح. فلماذا لا نكرم الشاعر في حياته على اساس انه يعرف على ان هناك حكام يهتموا بهذا العنصر اللي هو الشاعر، سواء كان العربي الفصيح أو الشعبي. جميل أبو سعود. ويقدموا له هذا الدعم وهذا التكريم، يحس بأنه اللي قدم في حياته ما راح هباء سدى، ويطمح لما هو أفضل في المستقبل، وتشجيع في نفس الوقت لإثبات الوجود وأيضا للعطاء أكثر. ممتاز أبو سعود. أنا خلني أسأل بلسان الشعراء، شعراء الأمارات الآن. نعم. يعني يتبادر إلى الذهن أنه المعايير اللي وضعوها القائمين على المهرجان في اختيار المكرم، هل في محاباة من جانب أم في آلية واضحة لاختيار المكرم؟ الآلية هو احنا نبحث عن تاريخ الشخص وعن عطائه. هناك بمختلف مستويات الشعر، بعض اللي كرمناهم شعرهم إماراتي بحت، ما في تطور، هو الأسلوب اللي كانوا يكتبون أجدادنا تقليدي التقليدي.
هذيل ايضا لهم حق في التكريم لانهم في زمانهم كانوا نجوم. صحيح. فيجب ان يكرمون. فالحمد لله احنا للان كرمنا مجموعه كبيره وان شاء الله الايام القادمه ايضا. طبعا احنا راح نمر ليس بالعمر فقط، يعني احنا نشوف هذا الانسان مدى عطاه، عمر عطاه كم، ونكرمه. يعني تركزون على التجربه، الواضح في تركيز على التجربه الشعريه. بالضبط. يعني احنا مثلا ما اقدر اجيب في شعراء شباب عندنا هنا يعني فلتات يعني طلعوا نجوم يعني، لكن انا ما اقدر اكرم في الوقت الحالي. نعم. احنا نكرم الرواد. ممتاز. ليس نجوم الشعر، نكرم رواد الشعر. رواد الشعر، نعم. رواد الشعر اللي هم عطائهم امتد اكثر من 30 35 سنه. جميل. حتى لا يكون الحوار يعني ندخل في التفاصيل، نبي نسمع تعال علمني الهوى بالتفاصيل. ما انت موجود علمني. انت 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 العلم يعني. اقول تعال علمني الهوى بالتفاصيل. ما دام عندك بالتفاصيل خبره. انا ظلما في الهوى وانت قنديل، خلي الفجر يغتاظ منك ويشرى من دون نورك. كيف انا بغسل الليل من ظلم التويبين للعين فجره. انثر من دروسك بدربي اكاليل، وانا بعلقها على صدر بكره. وما دمت عصفورك وغني مواويل، وانتهى العصفور المحبين سدره. دعني احلق فوق رؤوس المحاصيل واجليك يا غصن الاحاسيس تمره. سر الهوى يحتاج احيان تحليل، وارجوك اعطني يا ريش العين فكره. الا تخليني على جاري السيل ضامي ولا اقدر ارتشف من قطره. خذني القطره تندع معك منديل، وان شئت مررني على خد زهره. ونمت صحيني برنه خلاخيل، اموت والقى الارض فيك نظره. الله. تعال علمني الهوى بالتفاصيل. ما دام عندك بالتفاصيل خبر. الله الله الله، صح الله لسانك، الله يعطيك العافيه. في لقائنا وتشرفنا بالسلام على الشيخ سلطان، الدكتور الشيخ سلطان قاسمي، قال كلام مهم عن المستقبل، مستقبل الشعر ومستقبل الادب. يعني احنا ممكن ننقله بصوره قد تكون غير الصوره اللي كان يقصدها الشيخ. قال انه فيه 1000 بيت للشعر، وهناك رابطه للشعر بتكون موجوده في الدول يعني العربيه. حدثنا عنها يا ابو سعود. هي هذا الحديث قبل اللقاء بفتره لمح على ان كانت عندنا كان ملتقى شعراء السودان، والتقينا بصاحب السمو الحاكم، فمن خلال كلامه مر على هذه الجزئية من الحديث على أن ستكون هناك روابط شعر شعبي على مستوى العالم العربي. وعندما اجتمعنا به في دارة سلطان بمعيتكم وأنتم موجودين معنا، انفتح الموضوع كامل. فأيضا هو يطمح أن تكون هناك روابط موجودة، وأيضا صناديق يعني لمساعدة الشعراء المحتاجين. الله. وأيضا أن تكون هناك مسابقة شعرية بعد في نفس الوقت، سنوية يمكن تكون. احنا هذا الحين يعني ما جلسنا وما تحدثنا فيه. كأنه ابو سعود قال القصيدة، قال انه بيصير في على نص قصيدة واحد. أن ايوه حولية. ايوه حولية، ان في السنة. نعم. نعمل اللي هي هذه القصيدة الحولية. الحولية. فكل واحد يكتب قصيدة، الفائز الأولى تاخذ يعني تكون هناك أول وثاني وثالث. نعم. على أساس لتشجيع الشعراء للإبداع. بس هذه ممكن توقعكم ابو سعود في حرج يعني المدارس الشعرية المتعددة في الوطن العربي. يعني أكيد أنه أنتم عندكم إلمام واطلاع، لكن يعني في تجارب عميقة في موريتانيا وفي المغرب. أنا أدري، بس المسابقة ما لها شغل في هذه الأسماء، لأن هذه المدارس. أي بس النص الشعري. هذه المسابقة تنبع من هذه المدارس أصلاً، يعني حتى الشعراء اللي بيشاركون كل واحد منتمي إلى مدرسة معينة، فمشاركته معنا أنه هو صورة مصغرة لهذه المدرسة. ممتاز. واللجنة اللي ستقوم عليها، هل ستكون لجنة مشكلة من الوطن العربي؟ يعني والله هذا سابق لأوان، أنا ما أقدر أتحدث فيه، لأن هذا يختص برئيس الدائرة ونجتمع معاه ونشوف شو نقرر. يعني هل يكون تكون اللجنة من داخل دولة الإمارات بشعراء رموز الشعر في الإمارات، أم
نستدعي من دول الدول المجاورة. ممتاز. أبو سعود يفرض نفسه على الحديث الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه. الله يرحمه. أنا أعرف أنه أنت يعني في مرحلة سابقة كنت قريب جدا من الشيخ الله يرحمه. الله يرحمه. مدرسة في الشعر ومدرسة في الإنسانية ومدارس متعددة استفدنا منها حنا في الخليج يعني. كما هم قادتنا في الخليج كلهم. الحمد لله. يعني ماذا أخذت من هذه المدارس يا راشد شرار وما الذي فقدت؟ من زايد؟ نعم. أنت تعزف على وتر حساس جدا. لأن هو قدام عيني يمر الله يرحمه ويغفر له. زايد إنسان تفرد في عصره، طلع هو كذا أن رحمة من مولى سبحانه وتعالى من على هذه المنطقة هذا الرجل. زايد رغم عظمته ورغم يعني فخامته ورغم يعني حب الناس له ورغم لأنه كان أبسط إنسان في الوجود. أبو سعود يعني المدرسة الشعرية تحديدا في زايد بن سلطان الله يرحمه، هل يعني كان ينتقد شاعرية راشد؟ هل كان يرد؟ هل كان طبعا نعرف أنه شاعر يعني أكيد أنه الفائدة اللي استفدتها منه والتوجيه. زايد الله يرحمه ويغفر له شخصية متفردة، يعني يمكن هي نعمة من عم الله على هذه الأرض نجاة لها بشخصية مثل زايد. زايد كان يملك حب لهذه البلد ومن عليها لا يوصف، شيء خيالي. زايد في بداية أصلا كان يدين ويصرف على الشعر، هذه يمكن معلومة ما حد يعرفها بس أنا أقول لك إياها. زايد كان يقترض من تجار أبو ظبي ومن التجار معارفه ويصرف على الشعب يكرمهم، ما بالله يصرف يعني مش اللي يمشي امور البلد، كان يكرمهم يغدق عليهم. الله. هو اول من عمل الشرهات في هذه المنطقه، الناس تروح له لما ما كانت في طرق اصلا، كان يقدم شرهات للرعايه. بالنسبه للشعر، زايد كان شاعر ويكتب شعر تلقائي، يعني وهو قاعد ممكن يكتب، ممكن يقول لك بيت بيتين ثلاثة بعدين يكمل. ينتقد أحيانا، لكن أنا على مستواي الشخصي لا. أمانة أنا هذا يعني يشهدون عليه أنجاله على أنه دائما يطلب مني أن أكتب، دائما يريد يسمع شعري، ودائما يشيد من وراي بقصائدي. دائما يطلب المطربين يغنون من أشعاري، كلامه كله كان طيبا. لكن على مستوى الشعر العام، إذا جاء شاعر عنده قصيدة فيها خلل، يعني فيها معنى غير صحيح، يقول يا ليت ما كتبت هالكلام، لو غيرت كتبت الشكل أحسن. يعني يوجه مباشرة. يوجه أبدا. والميزة اللي فيه أنه معجب بالشعر الفصيح، يعني دائما يردد الشعر الفصيح، وأيضا عمالقة الشعر الشعبي في المنطقة يحافظ لهم. جميل. أبو سعود، خلنا نرجع إلى العهد القريب، البارحة يعني أمسية رأس الخيمة، كيف تراها؟ اللي أنا هي ما تعتبر أمسية، هو لقاء. كان يعني عندي صديق أحمد العسم، طبعا عضو في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وأديب إماراتي، وتربطني بالصداقة قديمة، فأنا أخجل من الناس. من قبل المهرجان بأربع شهور موجه لي دعوة وقال لي رجاء أريدك تكون موجود، ووعدته أني أجي. وأنا يعني ما كنت عارف جدولة المهرجان أنا بيكون في هذا الوقت، إلا أني شفت ما لا مفر يعني، والحمد لله أنا جت في وقت يعني أنا أقدر ألبي. رحت ولقيت كل الترحيب، الصراحة ترحيب جميل واحترام وتجاوب حلو، وقعت لهم ايضا على ديواني العمر كله هناك على بعض. جميل. ابو سعود، يعني الان الملاحظ انه الجمهور كثيرا هجر الامسيات، يعني هل وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في هذا؟ هل تجارب شعريه جديده طلعت يعني ايضا هي ساهمت في عزوف كثير من الجماهير؟
اذا على مستوى دوله الامارات ام على مستوى الخليج؟ لا مستوى الخليج في جمهور. مش عندكم مثلا عندكم في السعوديه عندكم جمهور يعني عاشق للسبحان في مسيه تلاقي العالم جاي حسب المناطق يعني عندنا ما ادري انتم هذا انتم ادري بس انا اللي اعرف ان الفعاليات عندكم تحظى بجمهور جميل وهذا ناتج عن التركيبه السكانيه صحيح التركيبه السكانيه عدد السعوديين في السعوديه أضعاف أضعاف المقيمين فيها أما في دولة الإمارات هو العكس نسبة لا تكاد يعني بسيطة جدا من المواطنين في وسط هذا العالم كله الإمارات أصبحت العالم فيها جنسيات وثقافات مختلفة فما في جمهور يعني اللي عندنا عندك المواطنين يداوم إلى الساعة 3 أو 2:30 زحمة للساعة 4 يوصل البيت يمكن ياكل أو ما ياكل شيء يريح يقوم بعد المغرب يريد ياكل شيء يريح مع عياله يريد يقضي ساعتين ثلاث ما عنده استعداد أن يترك هذا كله ويروح يعني يسمع الشعر طيب أرجع راشد شرار في البداية راشد شرار أصدقائه والمقربين منه يقولون أنه يعني كنا نتنبأ بلاعب كرة قدم حارس مرمى شيء من هذا القبيل لم نكن نتنبأ بأنه ممكن يصير شاعر على أنه كان هادي الطباع يعني إلى أي حد هذا صحيح؟ والله ما أدري اللي قالك هالمعلومة في نوع من مصداقية شوية لكنها اللي كانوا معي في المدرسة وبالذات في المرحلة المتوسطة وفوق نعم كانوا بالعكس كانت روح الشعر موجودة كانت وأساسا اللي يمكن اللي يفوت عليكم أني أنا أثناء لما كنت أنا في المتوسطة كنت مشروع مطرب صحيح لا عندنا خبر أنه أنت حتى يعني سجل لك يعني وكنت أيوة بالضبط نعم سجلوا لي بعض الشغلة لكن الحمد لله أنا امتحت لا وطلب إعادتها يعني طلب أنه تعاد بعد إيه بس ما في خلاص ما لا أنا أقدر أعيدها ولا أنا موجودة في التسجيل يعني انتهت خلاص يعني والحمد لله انها انتهت لا تحاول انك تبحث فيها ترجع ليه يا ابو سعود؟ لان هي فتره مراهقه فتره شباب وانا كنت بعدين انا اشوف الادب يعني يحتضني الشعر الشعبي وهذا احتضني انا فما اريد ادخل في مجال اخر على انه كثير من الشعراء الان يعني مطربين بشكل اخر يعني يشيل القصيده شيله والان دخلت الايقاعات فيها ويعني تتفق ام تختلف؟ حتى اقول لك حتى لو فكرت فيها القطار عنده خلاص يعني احنا الان ننظر الى تبني الاسماء الشعراء لا انا وجهه نظرك في هذا الموضوع تحديدا لانه يعنينا كثير انا بدايات كان يشتهويني يعني الطرب يشتهويني واحبه إلى الآن أنا أحب الطرب يعني أحبه ولكن مع حبيت أنا أيضا حتى كنت أرسم يعني عندي تعددت المواهب ورسيت على واحدة الله الله طيب لما نسمع أبو سعود اكسر جدار الصمت وتحدث شوي هذه إحدى القصائد اللي غناها ميحد حمد أقول اكسر جدار الصمت طبعا لما يطول الصمت بينك وبين من تحب تحس بأنه بنى جدار فأنا أطلب منه أن يكسر الجدار هذا اكسر جدار الصمت وتحدث شوي خلي الحديث يعيد مجرى حياتي أخشى كثر الصمت لا تقتل الحي اللي يتوق اسمع صوتك شراتي صمتك ظلام وينكسر دونها الضي صوتك يعيد النور لو كان ماتي فإن كنت مبرد شوفني منك ويكي وحرام تصبح لي سبب في مماتي ما دامني وياك في مهما هالغي شاركتني روحي وذوقي وزادي وذاتي حرام تصبح حرام تقطع عن زرع قلبي هي الري ويموت وانا فوق شط الفرات يشوفني معك كل شيء وبلاك لا شيء الا خيال او بقايا شتاتي بس اكسر جدار الصمت وتحدث شوي خلي الحديث يعيد من الحياة الله الله يعطيك العافيه انت في بسالك عن العمل العسكري وتاثير الشخصيه العسكريه في الشعر بعد فاصل قصير ابو سعود
أنتم مع أبيات وفي أبيات حياكم الله مشاهدي الكرام، ضيفي وضيفكم الشاعر والإعلامي راشد شرار مدير مركز الشعر الشعبي بالشارقة والمنسق العام للمهرجان، حياك الله من جديد أبو سعود. حياك. أنا سألت عن العمل العسكري، كثير من الشعراء برزوا كشعراء عسكريين، يعني عندنا في السعودية مثلا خلف بن هذال ومساعد الرشيدي، وأنت شاعر وعسكري. الصورة الذهنية لنا أنه العسكري رجل انضباطي ورجل يعني شوي بعيد عن الرومانسية والأشياء الحالمة في الشعر. يعني سؤالك هو ما فادني، يعني شو فائدة، شو تأثير العسكرية؟ أي أنه هل الصورة الذهنية عندنا أنه الرجل العسكرية انضباطية. طيب. ومقننة. أوكي. السؤال هو وبعيدة عن الأجواء الحالمة. السؤال. إلا أنه لقينا شعراء، هل يعني العسكرية ما ساهمت في تقليم وتقصيص أظافر الحالم والخيالي في الشعر؟ شوف الفائدة اللي طلعنا فيها احنا كعسكريين من موهبة الشعر والانضباط وزنا وقافية وتسلسلا، علمتنا كيف لا تخرج قصيدتك إلا بعد أن تضبطها، كأنك أنت عسكري واقف تمثل مهمة معينة. أنت عارف أن العسكري دقيق جدا. صحيح. فيجب أن يكون الشعر دقيق أيضا جدا. فيما بعد لن تجد رومانسي مثل العسكري. مو قصيدة صادمة وقوية وليست رومانسية؟ الشاعر يكتبها قوية، ولكن هو في عمقها رومانسي جدا، لأن العسكري عانى كثيرا وهذه المعاناة تولد الرومانسية عنده، لأن أنت ما تقدر تكون مثلا هذه العسكرية القوية هاي تواجهها بشيء قوي، تتحطم كل شيء يتحطم. يجب أن يكون في شيء مقابل يعني يذلل أو يخلق جو رومانسي عند هذه الشخصية العسكرية القوية المثيرة. لذلك تجد أن الشعراء العسكريين رومانسيين. هل أنت أبو سعود مع أن الشاعر العسكري هو الذي ينبري للقصائد الوطنية أم أي شاعر؟ لا، الوطن ليس مقصور على 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 العسكري. العسكري هو عسكري يؤدي واجب. جميل. أما الوطنية تجده حتى في الفراش. يعني إذا أنت يعني أنا أتكلم معك، الوطنية موجودة في كل إنسان. هذا صحيح، لكن القصيدة الوطنية. القصيدة الوطنية أيضا يكتبها الشاعر أينما كان وفي أي منصب كان، لأن هذا يتكلم عن الوطن. بس مثل ما قلت لك، على أن العسكري تأتي قصيدته أكثر انضباطا وأكثر توهجا، يعني أكثر حماسا، لأنه عايش الجو، يعني عايش أنه هو الخط الدفاعي عن الوطن، فلذلك تحس حتى في قصيدته يريد تكون الخط الدفاعي. جميل. احنا ابحرنا شوي في الشعر، بندخل في الاعلام، انت شاعر واعلامي. ما الذي بقي في ذاكرتك من جلسه شعبيه في الاذاعه ومجالس الشعراء في التلفزيون في الثمانينات؟ ما الذي تبقى في ذاكره راشد؟ كله باقي، لان هذا تاريخ لن انساه. هذه البرامج هي اللي وصلتني للناس، هذه البرامج اللي فتحت لي ابواب حكامنا، هذه البرامج اللي وصلتني الى احبابي. يعني انت عارف ان الاعلام سلاح ذو حدين، هو شهره وهو ايضا تاثير جانبي اسري، يعني سلبي. صحيح. تاثيرك انت كاعلامي يكون سلبي على العائله، يعني العائله الاقربون منك. نعم. بالضبط، يعني تفتقدك، انت مشغول عنها، انت يعني في اشياء كثيره. صحيح. تنتج عن هذه العلاقه بين الانسان والاعلام، والعلاقه بين الانسان واسرته. جميل. يعني هل الشاشه التلفزيونيه او النافذه الاذاعيه تخدم يعني الشاعر المبتدئ؟ هل هي قادره على صناعه نجم بمعنى ادق يعني، ولا هي تستقطب النجم الجاهز وتستضيفه؟ شوف عزيزي، اصبح الاعلام يعني أنا أقول لك بصراحة، بكل صراحة، الإعلام يستطيع أن يخلق نجم من لا شيء. يعني أنت بمعنى إذا أنت في البيت عندك كل يوم تنزل عندك أغنية ما تحبها، بس كل يوم يعيدوا 10 مرات راح تحفظها. صحيح. وفي أغنية راقية ما تنزل لها في الشهر مرة ما راح تحفظها. فبالتالي
هذا تأثير الإعلام للأسف يعني. لذلك أنا أوصي دائما أن يكون ذو ضمير. أنا بقرن السؤال هذا بما يحدث في مهرجان الشارقة. نعم. مهرجان الشارقة لا يستقطب يعني الشعراء النجوم الكبار المعروفين، يعني أنا أقصد ما يستقطبهم ك يعني شعراء أمسيات. نعم. هو يستقطب شباب. نعم. يعني هل راشد شرار ومجموعة العمل متعمدين هذا الشيء؟ هو طبعا هذا لنا هدف طبعا احنا في هذا. الهدف هو توجيه الحكم، هو تبني أجيال قادمة. جميل. صنع أجيال قادمة. وهذا السؤال بصيغة أخرى طرح علي سابقا. نعم. لماذا لا تستضيف النجوم؟ وجوابي هو دعونا نخلق النجوم. جميل. دعونا نصنع النجوم. النجم في غنى عن راشد شرار وعن المهرجان. هذا نجم خلاص يعني، أنا لو جبته يعني قد يضيف لي أنا، لكن أنا لن أضيف له هو. بس هذا اللي أنا جايبه، النجم هذا اللي أريده هيئة، هذا أنا أضيف له هو. وإذا في المستقبل أصبح نجم يباري النجوم السابقين، بمعنى إحنا حققنا نجاح جميل جدا ونعتز به. أبو سعود بسألك عن النص الشعري، هل بالضرورة أن يكون النص الشعري واضح اللغة وواضح المفردات وواضح لكي يصل لأكبر شريحة؟ طبعا أنت لا، قصدك يجب أن لا تكون طلاسم عشان تصير المفسرين الأحلام يعني علماء الكواكب والنجوم. أبدا، أنت تريد قصيدة توصل إلى قلبك يعني. القصيدة متى أنت تكون في قمة النشوة والفرح؟ عندما تحس بأن اللي يسمعك يعني تفاعل معها، حس فيها. وهو دائما شوف يعني أقرب شيء للقلب هو السهل الممتنع. السهل الممتنع لا يجده الكثير يعني، هو سهل سهل لكنه ممتنع. ممتنع صحيح. أصحاب التركيبات هذه اللي هي المعقدة اللي فيها طلاسم وفيها غموض يتهيأ لي انا مش من مؤيديها، وانا ايضا ما احبها. طيب البعض يقول انه هذا النوع من الشعر هو اللي فيها فيه عمق حقيقي وفيه فكر. العمق هو لما تاتي بصوره خياليه، لما تاتي بتركيبه مميزه. يعني مثلا عندنا راشد الخضر، احنا شعر اماراتي، يقول كاس القناعة دوم مليان، وكاس الطمع خالي ولو فيه. الله، شفت؟ نعم نعم، كاس القناعة حتى لو ما فيه مليان. عند الحكم دائما بتحصلها البيت هذا، يعني كاس القناعة دوم مليان مليان، هو لو ما فيه هو مليان 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 لأنه قناعة. كاس الطمع خالي ولو فيه ولو فيه. الله الله، فهني الكلمة هاي سهل ممتنع، ولكن ايضا في 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 شيء خيال، في شيء يعني ملفت. جميل. مقومات القصيده الفاتنه بشكل اخر يعني، اللي ممكن تكون فاتنه حقيقيه يعني، هي احيانا الصدف تاتي بالقصيده الفاتنه، احيانا الموقف يخلق عندك قصيده فاتنه. أما إذا أنت تقول لا أنا راح أكتب قصيدة فاتنة، لن تكتبها، هي تفرض نفسها عليك يعني، موقفها حدثها. بالضبط، هي كلها مزيج، الموقف مع الحدث مع شعورك مع الأجواء اللي حواليك كلها تكون هذه لها تأثير في هذه القصيدة. اسحب من الليل ثلثينه وغطيني، إيه هذه اسحب، يقول تعرف أنت أن الليل ظلام، دجور داج ظلام، فبالتالي أنا بغيت أن هذا الإنسان يسحب من الليل شوية ويغطيني عشان ما أشوف الناس. أقول لها اسحب من الليل ثلثينة وغطيني، واحجب شعاع يشاغل نورها أعياني، وثلث تبقى على يسراي ويميني، أداع ببعيد عن نورك بأبناني، ودي أغضي على داجك نظر عيني، ومبان صبحك بنور الشمس صحاني، أكبر حظي إذا ما بينك وبيني الشمس والليل يغلي الأول الثاني،
وانت حبيبي كل ما فيك تغريني، ربي وهب لك جمال وحسن رباني، يا من بحبك عن الباقين مغنيني، كم جابني الحب لعيونك ووداني، وانا حبيبك مرخص لجلك سنيني، افرش لك العين واغطيك بجفاني، هذه يميني على يمناك وديني من اول العمر حتى اخر زماني، بس اسحب من اللي وغطيني واحجب شعاعني شعر المرحة. الله 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 يعطيك العافية. من يسمع قصيدة راشد شرار أول من يسمعها؟ راشد شرار. بعد راشد شرار أمانة أم سعود. تأخذ رأيها في النص أو تسمع فقط؟ أخذ أسمعها وأحيانا تزعل. تزعل؟ إيه، لكني أقول أسمعها. زوجة الشاعر دائما تزعل. تزعل. أنا أغلب قصائدي تكتب يمكن تقريبا ما أروح بعيد، ولكني يمكن في نفس المحاور يعني. وأيضا بعض الأحباب المقربين لي يعني اللي أشوفهم يوميا شبه يوميا، أحب أولادي عائلتي، نجلس مع بعض أقول لهم أنا كاتب نص جديد أسمعكم إياه. وعندي أبناء لهم مواهب شعرية أيضا. فأحيانا تصور يدخلون في القصيدة يقولوا لي مثلا لا لو قلت كذا، لو ما قلت هالبيت أحسن. فيعني أحيانا يكون رأيهم مقنع. جميل أبو سعود. يعني كان في لقاء سابق مع الشاعر الكبير عندنا في السعودية إبراهيم خفاجي، شاعر السلام الملكي. نعم نعم. قال يقول أنا لا أصنف نفسي شاعر، يعني أنا كاتب كلمات. وهذا يعيدنا إلى جدل سابق أن الشعر وكاتب الأغنية، هل يقول أنه الآن على مستوى الوطن العربي في مصر وفي دول عربية كاتب الأغنية يسمى كاتب والشاعر شاعر؟ طيب أنت تتفق مع ما ذهب إليه؟ أشوف لا أبدا، اللي يكتب الأغنية طالما هي فيها تدخل على وزن وقافية وتكتب على بحور، هي الأغنية كيف تأتي على بحور مختلفة. نعم. كل فقرة لها بحر غير مختلف، ولكن الإيقاع الشعري والجرس الشعري موجود، معناه شعر يعني يكتب شعر، ولكن يكتب شعر مغنى. هل يعني لغة الشعر المغنى هي اللي خلت كثير يقولون هذا الكلام؟ هي هذه حرفنا، هي تكون تركيبة، يعني هاي حرفنا تكون عند في بعض من متخصص في هالموضوع أصبح عندهم خلاص يعني. وبعضهم يعني كتاب القصيدة العمودية يستصعب عليهم كتابة الأغنية أحيانا، إذا اكتبوها يمكن ما يجدوا مثل القصيدة العمودية. جميل. دائما تسأل الشباك عن عصفورك أبو راشد؟ بهذا القصيدة هذه حقيقة واقعة يعني، ما أكثر يعني، ما هي من خيال أمانة. أنا عندي في البيت، طبعا بيتي الحمد لله دورين يعني، والدور اللي فوق اللي في غرفتي عندي شبابي كبيرة، على الشباك كل يوم دائما ألاقي هذا العصفور. صدفة يومين ثلاثة أنا ما شفت هذا العصفور، ما موجود يعني صباحا، طبعا على الشباك يجي ويدق على الشباك، تعرف العصفور ما شفته. فالصبح أذكر صليت الفجر، وبعد صلاة الفجر كتب القصيدة، أقول جي تسأل الشباك عن عصفوري، ما هو مثل الأول على شباكي، الأول أحيد مع طوال نوري يصبح لرواد الغرام يحاكي، على صدى صوته يفز الجوري، يغري النواظر من هنا وهناك، طير ولكن يستثير شعوري، وأحيانا يتعمد يريد رباكي، يشكي غيابي في زمان وحضوري، وضيع بين المشتكي والشاكي، وأقول يا ناري بدون هموري، في خافقي لا عاش من طفاكي، طور المحبة مختلف عن طوري، أصبحت وحدي في الغرامة الباكي، من آدمي ديتك الطاوع شوري، ترجع ويرجع في لقاك دراكي، أنا بلا صوتك مضيع دوري، رامي على شاطئ الغرام أشباكي، مشتاق لك والله يا عصفوري، أموت وأشوفك على شباكي. طيب رجع العصفور ولا ما رجع؟ للأسف ما رجع. ما رجع مرة ثانية. طيب بشكل سريع رجع واحد عصفور غيره يعني، بس بعد فترة زمنية بعد ما يعني كبرت الهوة اللي بيني وبينه. طيب
لا وبعدين يعني القصيدة هذه بعد أيضا أم العيال زعلت على هالقصيدة، فلذلك يعني فما حبيت أزيد الطين بلة، فخليت العصفورة في راحة في حالي وخليت نفسي يعني يقول أم العيال هذا على الشباك يعني. لونه يا الونة والردحة في الإمارات، نعم يعني هل يعني اختفت يعني شاعرها الآن مش موجود؟ لا لا موجود، أنا أكتب أحيانا غير راشد شرار من النماذج الشعرية الشابة، الشاب الإماراتيين أحيانا يتطرقوا لهذا البحر لأن هذا يشتاقوا له، لأن بحر يعني تقريبا يحسب للإماراتيين، يعني الردح والونة هذا يعني احنا يعني نتوق له أحيانا، نشتاق له نتولى عليه فنكتبه، حتى الشباب يكتبوا أحيانا. جميل أبو سعود، أنا وصلت لنهاية هذه الحلقة، سعيد جدا بهذه الاستضافة وبشرف في اللقاء معك، أنت قامة أعلى بكثير من أن الواحد يختزلها في حلقة واحدة. الله يخليك. شاكر ومقدر لك. الله يبارك. إذا عندك إضافة أو كلمة أخيرة. أبدا، أنا أقول إن كانت هناك إضافة للمهرجان فأنتوا الإضافة. الله يعطيك العافية. شكرا أبو سعود. شكرا. ألف شكر لك. شكر موصول لكم مشاهدي الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم أبيات، كان ضيفي وضيفكم الشاعر والإعلامي راشد شرار، مدير المركز الإعلام أو مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي والمنسق العام للمهرجان. حتى الملتقى في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.